بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. اليوم الثلاثاء 5 جويلية، يوم 5 جويلية 2022، عيد الاستقلال الموافق لستة ذي الحجة، يوم 6 ذي الحجة 1443 هجري. كما عودناكم ننقل لكم أسعار وأثمان الأضاحي في الأسواق تاع ولاية عين دفلة. اليوم الثلاثاء رانا في السوق تاع 5 مليانة، السوق تاع 5 مليانة كما قلنا اليوم 5 جويلية. راح ننقل لكم أسعار، نشوفوا الأسعار مقارنة مع الأسبوع الماضي، هل الأسعار زادت ولا نقصت ولا كيف راهي، مع نقل انطباعات وآراء المواطنين حول الأسعار وحول الحلول اللي راح يلجأ لها المواطن نظرا لارتفاع الأسعار. خليكم معنا، راح ننقل لكم أسعار الأضاحي من سوق تاع 5 مليانة ولاية عين دفلة. خليكم معنا. طيب كما راكم تشوفوا راه يقول المول مازال ما ساوموش في الاضاحي هذا، وهذا دليل ان المول هذا صادق، ما قالش اعطاوني كذا ولا كذا، قال ما اعطاونيش، هذا دليل على الصدق تاعه. ربي يبارك له ان شاء الله. ايه ربي يبارك لك ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم الثلاثاء انا في السوق تاع 5 مليانة ولايه عين دفله. طيب انت كمواطن اخي الكريم، واش رايك في الاسعار اليوم؟ راهي مليحه؟ راهي سقمه شويه، حال نقصت شويه بارابور السمانه اللي فاتت. خير من اللي كانت. يا رب روح قولوها، روح نبيعوها لك خير من اللي كانت. ربي يجيب الخير ان شاء الله. طيب كيما راكم تشوفوا هذو مازال ما ساوموش. مازال ما ساوموش هذو. نظرا لانه راه مازال الحال راهي 8 مازال ما لحقتش. أخرى سخانة قسمية تسعية تفرقت السوق. هذا برامج. مازال سامونا. سامونا جمع. على حساب الوجوه. ها؟ رانا نبيعوا على حساب الوجوه. راجل. ربي يبارك لك إن شاء الله. راجل. طيب هذو كما راكم تشوفوا راه يكون 75، 7 ملايين و 500. سوق 75 شاف 10. ناقص ب 200 ألف راه يقول مولاه مع الأسبوع الماضي. تراجع تاع 200 ألف فقط. نفس السوق تاع 3-5 مليانة ولاية عين دفلة. ومازال الحال 8 تاع الصباح مازال ما لحقتش. ممكن الأسعار يتراجعوا شوية منا وهكا. 75 هذوك كما راكم تشوفوا. سميت الفم هذا أربعة خويا. أربعة. خمسة وسبعين كما سمعتوا. كاش ما بعت كاين شاري راهي مجرو الناس. شو ما كاينه بصح ما نعرف. البيع معنا. مازال البيع. مازال قريب ان شاء الله. قاعد نسلكوا ان شاء الله وقاعد نعيش. ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله. ساعات خالتك وربي يساعدك. هذه هي ربي يحفظك، هذه هضره شابه. الله يعطيك الخير. كلشي خلاص. هذه هي كيما تعاون الناس ربي يعاونك. صح. وكل اللي طلع فلوس قدور. الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. طيب كيما راكم تشوفوا رانا في السوق تاع 5 مليانة ولاية عين دفلة. هذو راه يقول الموال مازال ما ساوموش، مازال ما طولوش الكلية. وكيما قلنا هذا دليل على الصدق تاع الموال هذا. لأنه أغلب الموالين يكذبوا، يقول لك عطاو لي هو ما عطاولوش، هذا راه قلنا ما عطاوليش. ربي يبارك إن شاء الله. دليل على الصدق تاعو. أنا في السوق تاع 5 مليانة ولاية عين دفلة. صح كاين البيع كاش ما بعت لهم الشركة كاين مشروع. يسيومك ريفوندير بالحالة الأخرى. اللي عاودوا البيع. والشاري اللي هذوك مازال ما كاش. ما يجي واحد. بارك الله فيك، كما سمعتوا راه يقول اللي عاودوا البيع كاينين، بصح اللي يدوه مازال ما كاش. الحمد لله. الحمد لله، الله يعطيك الخير. طيب كما راكم تشوفوا لنا في السوق تاع 5 مليانة ولاية عين دفلة، اليوم السوق تاع 3. طيب هذا المورى يقول العتروس راه ماشي في السوق، شحال دار هذا العتروس؟ 22 جملين و 200. هيا لاباس، السعر لاباس، هذا هو راه في السعر تاعو. صح الشاري كاين باش تشري؟ كاش ما بعت اليوم؟ شوية الشاري راه شوية كاين. ربي يحفظك. الأسبوع اللي فات شحال كنت داير له الثمن تاعو؟ زاد شوية ولا نقص؟ في رمضان كيما في رمضان كان أكثر. ربي يحفظك. كما راكم تشوفوا عتروس راه يقول 22 22 جملة 100. ربي يبارك لك فيه ان شاء الله.
كما راكم تشوفون رانا في السوق تاع 5 مليانه ولايه عين دفله اليوم 3. السوق الداخل المكان المحصر راه ممتلئ، راهي حوالي راهي 8 ونص تاع الصباح، وهذه في الخارج، خارج السوق. نظرا لانه اليوم جور فيريا كما قلنا، اليوم 5 جويليه 5 جويليه، الناس كامل قاعدين، السوق راه معمر راه عامر. هذه برا خارج السوق في الساحه الخارجيه، ونفس الكلام مازالت الاسعار مرتهبه، مازال غالي بزاف وشاري ما كاش. راكم تشوفون معنا بعض المواطنين راح يعطونا كلمه حول الاسعار. واش رايكم في الاسعار اللي راهي في السوق اليوم؟ اليوم يا اخو راهي سوبر ملتهبه، سوبر ملتهبه، سوبر ملتهبه، سما مازال غالي. بعد ضربنا دوره مشيت العيون هذوك السقيفات هذوك. اه ولا كاين الرحمه على البارح. طيب معليش، ثم منين جيتونا؟ من واش من بلاصه؟ الجزائر. هذو من الجزائر العاصمه، راهم في السوق هنا، سوق تاع 3 تاع 5 مليون ولا تاع دفن. سما قلت لي الاسعار راهي ملتهبه. والله ملتهبه سوبر. قلت لك البارح كنا بالعيون هذوك السقيفات ولا واش تقولوا؟ اه سويقات. والله كاين الرحمه، والله كاين الرحمه. البارح على 5 6 7 كنا تما. ربي يحفظك، بارك الله فيك. ربي يجيب الخير. امين. سبحان الله، يعطيك الخير، بارك الله فيك، ربي يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم. سلام. هو مليح. طيب كما راكم تشوفوا انا في السوق تاع 3 5 مليانة ولايه عين دفله، عتروس راه ب 7 و200، 7 ملايين و200. ما شاء الله، ربي يبارك ان شاء الله. كما راكم تشوفوا عتروس راه ب 7 ملايين و200. الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله، ربي يبارك، ربي يبارك لك فيه ان شاء الله. امين ان شاء الله. طيب كما راكم تشوفوا هذو راه يقول مولاهم 37 ونص، عطاولو 37 ونص، خرفانه. انا في السوق تاع 5 مليانه ولايه عين دفله 37 ونص. عندهم ايه؟ وعندهم 8 شهور. ربي يبارك لك فيهم. الصوت شاري كاين ناس اللي يشريك. ما بعت حتى؟ اوا شويه شويه. لا حتى بعت حتى بعت ولا ما بعتش؟ مازال ما بعتش. ما بعت والو. انا شاري ما كاش. ما كاش. طيب راه قول بلي شاري كاع ما كاش، مازال ما باعش. ربي يحفظك ان شاء الله. طيب كما راكم تشوفوا هذا راه يقول مولاه 6 ملايين و50 الف. 6 ملايين و50 الف. رانا في السوق تاع 5 مليانه ولايه عين دفله. مازال شويه الاسعار شويه بطالعه شويه. 6 ملايين و50 الف. ربي يبارك لك. كما راكم تشوفوا مازلنا في السوق تاع 5 مليانة ولايه عين دفله، راه معنا مواطن جا من الجزائر العاصمه لهذا السوق، سوق تاع 5 مليانة. اخي الكريم واش رايك في الاسعار؟ الاسعار كيف راهي؟ غاليه راهي، مليحه راهي، في متناول الجميع. تفضل. الرخصه شويه زايده شويه. زايد بزاف السوق. غالي غالي غالي. ايه مازال غالي سما كيما الاسبوع الماضي، ما نقص. طيب انت بالنسبه لك انت كي راه غالي، المواطن الى ماذا يلجا؟ شي يدير كيما يشريش كيف شي يدير؟ يشري نعجه، يجري نعجه. بارك الله فيك، ربي يحفظك، شكرا، الله يعطيك الخير. طيب كما راكم تشوفوا راه معنا احد المواطنين راح يعطينا انطباع ولا الراي تاعو حول الاسعار اللي راهي في السوق. واش رايك في السعر؟ السعر اللي راه في السوق هنا غالي مليح؟ السعر اللي راه في السوق راه غالي، راه غالي غالي غالي، والناس ما عندهاش. بارك الله فيك، فاهمني؟ اه. سما مازال غالي كما الاسبوع الماضي. يا ولدي عندك الخرفان انت؟ عنده الخرفان. ايه. وفيها الكذب وفيها الربا. بارك الله. كاين اللي ما عطاولوش يقول عطاولي. واش الله يقول عطاولي. بارك الله. ربي ما كاينش، اللي ما يخافش ربي يدير كلش. بارك الله فيك، سما مازال غالي. مازال غالي. ربي يحفظك، الله يعطيك الخير. مازال 9 ملايين الخروف. الله يعطيك الخير. عاود شوفتو قال لي عطاو 88. بارك الله فيك. ربي يحفظك. شكرا، الله يعطيك الخير، ربي يحفظك. هذا 48. كما راكم تشوفوا انا في السوق تاع 3 5 مليانة ولاية عين دفلة. اغلب المواطنين نظرا لارتفاع الاسعار راح يشروا اما يجري عتروس اما يجري نعجة ولا رخلة. ودو بريفيرونس يكون عتروس، يكون حاجة شابة ويكون يسرح كامل. هذا الابيض راه يقول مولاه 46 وهذا اللي منه 48. اه ما شاء الله، نقايه ولا باس، راه عند الباب تاع الدخله تاع السوق. واحد اخينا ما شاء الله 48. المارون 48 والابيض 46، ما شاء الله.
ربي يبارك لك ان شاء الله. طيب رانا في السوق تاع خميس مليانة ولاية عين دفلة اليوم ثلاثة، راه معنا احد الموالين راح يولي لنا عفسة. كيفاش تعرف بلي الاضحية تاكل غير شعير ولا فيها اللحم ماشي محمر؟ معناها تكون حمراء هنايا مي ترفد لها الذيل تاعها تشوفها حمراء، اذا حمراء معناها تاكل شعير وماشي محمر. بارك الله فيك لا تكفر. تعال هذو هذا طولي 55 ايه هذا 48 هذا 49 بارك الله فيك. الشركاين ما يشروناش شنو ما بعت اليوم؟ شوية ولا ما كاش كاع؟ ما كاش شاري ما كاش. بارك الله فيك، مازالت الاسعار شوية ملتهبة والشاري ما كاش. طيب كيما راكم تشوفوا هذا قال 7 ملايين، 7 هذو ب 7 ملايين هذو المولاي، إلى أنه شاري ما كاش، قال مازال ما باع والو، شاري ما كاش. أنا في السوق تاع خميس مليانة ولاية عين دفلة. ما زالت الأسعار شوية مرتفعة. هذو 7 ملايين. طيب كما راكم تشوفوا رانا خرجنا من السوق، السوق تاع خميس مليانة اليوم بالثلاثاء. طيب الانطباع انا بالنسبه ليا مازال السوق غالي بزاف، راه غالي بزاف غالي، ما كان حتى تغيير بالنسبه للاسبوع الماضي ولا الايام الفائته. تقريبا مازالت الاسعار مرتفعه، اثمان باهظه كما قال لي احد المواطنين، الاسعار راهي سوبر غاليه، ماشي غالي برك، راه غالي بزاف. ان شاء الله نامل في الايام الجايه ان شاء الله تكون في انخفاض ولا ان شاء الله. واحد الموالين كما شفتوا في الفيديو، احد الموالين ارجع ارتفاع الاسعار انه الراتب تاع الموظف الجزائري مش يكفيه. سبب لانه المواطن راه يشوف ان الاسعار مرتفعه هو انه الراتب قليل، وهذه عندها وجه من الصحه. احنا اغلب الموظفين يخلصوا 4 ملايين 4 ملايين ونص حتى الخمسة، لذلك يشوف انه سعر الاضحيه غالي لانه الراتب ما يتماشاش مع سعر الاضحيه، وهذه عندها وجه من الصحه. من المفروض تكون فيه زيادات في الرواتب. بارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.